بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، على انطلاق يتواصل، والتحية تستمر من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا الشوط الثاني عشر ويحمل في طياته هناك أيضا عشوات الزمول هنا، والثمانية كيلو مترات بشعارات أصحاب السمو والشيوخ المنطلقة هنا في هذا الميدان، الباحثة عن الناموس والباحثة عن الصدارة والمقدمة والمركز الأول. هنا كسيارة وضعت لصاحب أيضا المركز الأول، أسير مباشرة على المقدمة والصدارة هو المركز الأول. أسير هناك أيضا بهذا الاندفاع، نشوان يتقدم على الصدارة والمقدمة لسمو الشيخ زايد بن زيد بن محمد آل نهيان. أحمد بن حميد بن محمد الجديلي من يتواجد هنا في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. انتقل مباشرة على المركز الثاني في هذه اللحظات، المركز الثاني الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من الأدعم في هذه اللحظات لسعادة الشيخ عبد الله بن ثالث بن محمد الجاسم آل ثاني، ناصر بن صالح بن حمد الغفراني المري من يقوده في عملية التدريب والتضمير. انتقل إلى المركز الثالث، وصول من رجيف في هذه اللحظات، سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد آل ثاني، سعود بن عبد العزيز بن سالم المري من يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. بينما نقلتنا على المركز الرابع والقدوم في هذه اللحظات، وصول وتقدم من خوف، وصل خوف في هذه اللحظات سمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتواجد في عملية التدريب والتضمير. بينما المركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى الأسماء القادمة، أرى الشعارات القادمة، الباحثة عن السيارة، الباحثة عن الناموس هنا في هذه اللحظات من هذا الميدان، ميدان الشحانية الذي دائما يأتي بقوة التنافس والتحديات المثيرة. وصول وتقدم هنا من كفو في هذه اللحظات، ولكن بدأ التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام من الأسماء التي حضرت في هذه اللحظات وفي هذا المسار. وصول وتقدم مشاهدينا من اللحام الرقم 11، وصل مصيحان سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن علي الثاني، عامر بن حسن بن محمد النعيمي يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. هكذا نتيجتنا هنا للخمس المراكز الأولى. أعود إلى الصدارة الأولى، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، أعود هناك أيضا على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الأسماء التي بدأت تتقدم هنا على البداية والصدارة. هناك نشوان ما زال على صدارة هذا الشوط، نشوان ما زال على المقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ زايد بن سيد بن محمد آل نهيان. أحمد بن حميد بن محمد الجديلي يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. انتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، وصل لدعم مشاهدينا سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن محمد بن جاسم آل ثاني، ناصر بن صالح بن حمد القهراني المري من يتابع في عملية التدريب والتضمير. بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول والتقدم هنا في هذه اللحظات من المركز الثالث، وصل رجيف في هذه اللحظات سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد بن علي الثاني، سعود بن عبد العزيز بن سالم المر. يا سلام يا سلام. بينما المركز الرابع، الوصول والتقدم في هذه اللحظات من المركز الرابع، وصول من خوف، وصل خوف في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة على المركز الرابع. هكذا نتيجتنا، ولكن سيل جارف يأتي من المراكز الخلفية
الشعارات بدأت تحضر من المراكز الخلفية. أعود إلى البداية هلولة، أعود مع الكوكب الثلاثية، أعود مع هذه الأسماء العملاقة والشعارات التي دائما لها صولات وجولات في عالمنا الساحر، عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا هو نشوان، هذا هو نشوان. هناك أيضا على البداية هلولة على صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، أحمد بن حميد بن محمد الجدلي. يا سلام، ركز يا ابو حميد هنا على البداية هلولة. يا هي اسماء خلفك، يا هي شعارات خلفك. قطعنا نصف المسافة، ما تبقى الا 4 كيلومترات. المركز الثاني الوصول من رجيف، وصل رجيف في هذه اللحظات. سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن احمد آل ثاني، سعود بن عبد العزيز بن سالم المري هنا من يقوده في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز الثالث الأدعم، وصل الأدعم وخذ المركز الثالث. سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن محمد بن جاسم آل ثاني، ناصر بن صالح بن حمد الغفراني المري من يقوده في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. هكذا النداء للثلاث المراكز الأولى المتقدمة بشعارات مختلفة بهذه الفطاحلة. المضمرين الذين يختلفون، الكل باحث عن نقطة ذهبية مميزة هنا من ميدان التحدي، من ميدان الشحانية. ولكن الله يا سلام، وصل خوف، وصل خوف في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. هكذا النداء للأربع المراكز الأولى، بينما هناك الوصول مشاهدين متابعين الكرام. وصل هناك الليزر، وصل الليزر هنا في هذه اللحظات. ما يبنى الأطاري إلا في هذا المسار. سعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الله آل ثاني والمضمر سعيد بن بطي بن محمد المر. يا سلام يا سلام يا سلام، الناموس يحتار ما بين هالأسماء، ولكن المقدمة والصدارة، المقدمة والصدارة مع المقدمة هذا الشوط بانطلاقة. هناك نشوان، بانطلاقة نشوان، ما زال نشوان على البداية في هذه اللحظات في هذا المسار. قدمنا يا أبو حمد، خلنا نتابع. هناك أيضا صدارة هذا الشوط والمركز الأول في هذه اللحظات. الله، منذ البداية وهو مسيطر 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 مسيطر، ولكن بدأ التسلل في هذا المسار. وصل هناك رجيف، خذ المقدمة في هذه اللحظات وفي هذا المسار. رجيف مشاهدينا متابعينا الكرام. سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن احمد آل ثاني، سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري من يقوده في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. بينما المركز الثاني وصول من نشوان في هذه اللحظات. هذا هو نشوان، خذ المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، احمد بن حميد بن محمد الجديلي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. ولعت ما بين هالأسماء، ولعت ما بين هالشعارات. الناموس يحتار ما بين هالشعارات. الوصول من خوف، وصل خوف وهو مخوف هنا، خوف وخطير للغاية في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان. يلا يا الصادق، الصادق فضل الأمين من يتابع في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. بينما المركز الرابع الوصول والتقدم من الأدعم في هذه اللحظات. سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن محمد بن جاسم آل ثاني واللي يقوده في عملية التدريب ناصر بن صالح بن حمد الغفراني المري. هكذا نتيجتنا في هذا المسار في هذا التحدي. أعود إلى البداية هلولة، أعود إلى الصدارة هلولة. رجيف ما زال على المقدمة، رجيف ما زال على الصدارة. نشوان يحاول وصول من خوف، وصول من خوف. هنا الثلاث المراكز الأولى، الكوكبة الثلاثية ما بين هالأسماء، ما بين هالشعارات. ولكن رجيف، رجيف على البداية. نشوان يحاول وصول وتقدم من خوف. 1500 متر، 1500 متر، والناموس
الناموس، الناموس، الناموس أين يذهب؟ هل سيذهب إلى دولة الإمارات أم سيبقى في ميدان التحدي؟ حتى هذه اللحظات بانطلاقة هناك أيضا بانطلاقة رجيف على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول رجيف على صدارة هذا الشوط. هنا سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد، الثاني سعود بن عبد العزيز بن سالم المرة. يا سلام يا سلام يا سلام، وصول من خوف، وصل وصل خوف، وصل في هذه اللحظات. ولكن نشوان صامد، نشوان صامد، خلي بالك يا ابو عبد العزيز، هذا هو الكيلو، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير والمثير. هنا رجيف 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 على المقدمة على الصدارة. بدينا في جولة الأوامر، بدينا في العد التنازلي، بدينا نحسب هذه الأمتار المجنونة في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول وتقدم هنا. الله، خوف 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 خوف، وصول من خوف. 700 متر الأخيرة، جولة الأوامر هنا. خوف وصل، تسلل خوف لسمو الشيخ ذياب بن سيفان الهيان، الصادق فضل الأمين، الصادق فضل للأمين. سلام لدولة الإمارات، سلام لدولة الإمارات، سلام إلى الوثبة، سلام سلام إلى الوثبة، سلام. ولكن نشوان يحاول، خوف هناك صامد، نشوان يحاول ولكن خوف مع البداية، خوف على الصدارة هنا. الله الله الله، سلامي 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 وتحية واحترامي لهذا الشعار، شعار الأصالة، شعار التحدي، شعار التحدي هنا دائما يظهر ويأتي مع الأمتار الأخيرة. هذا هو خوف لسمو الشيخ ذياب بن سيفان الهيان، الصادق فضل الأمين. وتسلم يمينك يا ابو الصادق هناك ايضا على البداية الاولى. تهانينا تهانينا، وسلام للإمارات، سلام سلام للإمارات، سلام سلام الى خوف، سلام. ولكن هنا وصوله وعبوره الى خط نهاية منتزع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني نشوان ايضا لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد الهيان، المركز الثالث. وصول هناك ايضا ما يبنى لطالي مبهر، ايضا سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني. بينما المركز الخامس وصل ايضا وتقدم رجيف سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن احمد الثاني. بينما المركز الخامس وصل ايضا على دعم سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن محمد بن جاسم الثاني. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، اعود الى التوقيت الزمني هنا ايضا، توقيت هنا نشوان سمو الشيخ ذياب بن سيف ال نهيان. والتهنئه للصادق فضل الامين من يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. التوقيت الزمني هنا ايضا اعزائي المشاهدين 12 دقيقة 59 خمس اجزاء من الثانيه. بينما المركز الثاني 12 دقيقة 59 وايضا خمس اجزاء من الثانيه. كان من نصيب هناك ايضا نشوان لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد ال هيان والمضمر احمد بن حميد بن محمد اليديلي. بينما المركز الثالث ايضا التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 13 دقيقة وثلاث ثواني جزئين من الثانية. كان من نصيب هنا أيضا مبهر سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني والمضمر حمد بن محمد بن هادي الجربوع المري. تهانينا والناموس وهنا